قدم الإعلاميان المنتميان إلى حزب الله حسين مرتضى وخليل نصر الله شكوى ضد الإعلامي توني بولوس، زاعمين أنه نال من هيبة الدولة وخيانة القيم الإعلامية وفقا للشكوى. وعليه رد الإعلامي بولوس أنه تحت القانون، ولطالما طلبنا بتفعيل القضاء واستعادة الشرعية في مختلف المناطق اللبنانية. وكشف أنه سيتقدم بإخبار قضائي بحق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. للوقوف عند تفاصيل هذه الدعوة القضائية ينضم إلينا الصحفي توني بولوس. أستاذ توني أهلا بك. مساء الخير أستاذ سلمان. ما هي الغاية أو خلفيات تقديم إعلاميين بشكوى بحقك؟ يعني نحن هنا نتحدث عن ناطقين باسم حزب الله وليس إعلاميين، يعني بالمصطلح الذي نعرفه. نعم. فنعلم أن حزب الله لديه مجموعات تابعة له، مجموعات إعلامية ومجموعات نسميها شعبية، مثل المقاتلين نفسهم يكلفون بأجندة معينة ويقومون بتطبيقها. فعمليا الإخبار الذي تقدم به هؤلاء هو قرار وأمر عمليات من حزب الله بهدف توجيه يعني هذه الرسالة يعني ابعد من صحافي او غيره. وخاصه يعني نحن الريبه التي اثيرت حول الموضوع هي ان الجو او تم اقتطاع مقطع من مداخلتي لقناه الحدث. نعم. وصورت وكانها عمليه تهجم على مقدسات الطائفه الشيعيه، وحصل نوع من التحريض المذهبي من خلالها، وقدم الاخبار وكان الاخبار هو يعني نوع من غطاء لاي استهداف شخصي لهذا الموضوع. وبالتالي هنا يمكن مقاربة الموضوع أنه عمليا محاولة تهديد لأي استهداف لأي صحافي ممكن أن يتجرأ ويطال ويواجه ميليشيا حزب الله وتوجهاتها في الداخل اللبناني، كما أنها محاولة أو رسالة واضحة إلى الوسائل الإعلامية التي تقبل أن تكون منبرا عالي السقف بمواجهة هذه الميليشيا والسياسات الإيرانية في لبنان. من هذا المنطلق يعني كان من الضروري أن نعقد مؤتمرا صحفيا لوضع الرأي العام اللبناني والعربي بمعطيات هذا الموضوع وببعد السياسي لهذا الادعاء، إضافة إلى ضرورة يعني وضع أو نقاط الحروف مع القضاء اللبناني الذي يتماهى في مكان ما مع ما تريده الميليشيا، ونطالبه بالوقوف يعني على حياد وأن يلعب دوره كمؤسسات. طبعا نحن نطالب أن يكون أي نزاع ملجأه القضاء ولكن في إطار معين، وخاصة يعني نرى راينا بشكل واضح ان هذا الاخبار كيف وصل الى يعني قدم امام النيابه العامه لبنان يعني عند النيابه العامه في جبل لبنان يعني القاضيه غادة وتم تحويله الى وتم تحويله في سحري الساحر يعني في شكل سريع جدا يعني مستغرب يعني تجاوز كل الاطر المعروفه، اضافه لذلك لم يحول الى مرجعيه الصالحه وهي محكمه المطبوعات. نعم. كون يعني سواء كان الحديث على عبر وسيله اعلاميه او حتى بصفتي الصحفيه، لذلك هناك ريبه كبيره من هذا الاخبار وانا اعتبره بمثابه تهديد لسلامتنا الشخصيه وايضا ترهيب رساله ترهيبيه للاعلاميين ولوسائل الاعلام. هل تلقيت اي تهديدات الى جانب الشكوى وشو هي الخطوه المقبله لحضرتك؟ يعني التهديدات التي نراها اولا على بشكل مستمر ولن تتوقف اصلا عبر التواصل الاجتماعي والجيوش الالكترونيه لميليشيا حزب الله التي تستهدفهم بشكل يومي، اضافه لاكثر من حادث امني حصلوا بقرب من منزلنا، ووضعنا ايضا اجهزه امنيه في هذا الاطار ولكن كالعاده لا يوجد اي تحرك في هذا الاطار. كل هذا الامر يعني يصنف في مثابه التهديد والترهيب. الخطوة القادمة يعني نحن قدمنا اقتراح أن يكون هناك إخبار أو شكوى قضائية بحق أمين عام حزب الله حسن نصر الله كونه المسؤول المعنوي أقله عن هذه المؤسسة التي تقوم بأفعال خارج عن إطار القانون وترهب وتهدد المواطنين والصحفيين والإعلاميين. نعم. وهناك يعني اليوم يعني كان التوجه نحو الفريق القانوني وسيكون هناك موقف في الأيام المقبلة من قبل المحامين المختصين بعد مقاربة الموضوع بجوانبه القانونية وآليته يعني وفق القانون اللبناني. نعم. ولكن كيف لك أن تقدم هذه الشكوى بحق أمين عام حزب الله؟ هل يتم قبولها أولا؟ يعني نحن افترضنا ان القاضيه غادة عون اذا كانت هي من حولت وقبلت هذا الادعاء بحقنا، يفترض المعايير نفسها ان تنطبق علينا، وحسن نصر الله هو مواطن لبناني يفترض،
وهذا المواطن يعني لديه ميليشيا مسلحة ولديه تجاوزات للقانون، وما ادعى عليه فينا بالواقع ينطبق عليه، يعني عمليا النيل من هيبة الدولة، موضوع دس الفتن والدسائس والتحريض الطائفي، يعني نعلم جميعا من يقوم بهذا العمل. لذلك طالما القاضية غادة عون قبلت هكذا ادعاء وهكذا اخبار، يفترض هذه المواصفات نفسها تنطبق على اخبار مماثل وعليها ان تقبله. لذلك نحن سنتوجه ايضا الى محكمه استئناف جبل لبنان او نيابه عام باسم جبل لبنان امام القاضيه غادة عون ليكون ولتبني على الشيء مقتضى وفق الاليه التي قبلت بها الادعاء علينا. ولكن حضرتك ملتزم بالاحتكام للقضاء. طبعا نحن بالاساس يعني هدفنا تفعيل دور القضاء، هدفنا دعم القضاء وان يكون القضاء هو الحكم في كل النزاعات في لبنان. نحن نفعل هذا، ملاحظاتنا كانت على القضاء انه على المعايير الاستنسابيه بقبول الاخبارات والشكاوى وايضا بتحويلها الى الافرع الامنيه، الافرع الامنيه منا معموله للصحفيين وفي اليه مختصه للتقاضي مع الصحفيين، يعني هذه الملاحظات بالشكل بالقضاء، نحن نفعل نريد نطالب ان يكون القضاء دوره وان نرى ان نحتكم جميعا لهذا القضاء. نعم. الصحافي توني بولس، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات.